هاي. كان يعتمد الجيش الروماني اللون البنفسجي بالزي العسكري لإظهار الرتبة العالية والمركز، ومع العلم أنه هاللون بيظهر النبل والروحانية، منعت المسارح الإيطالية استخدام اللون البنفسجي على خشبة المسرح لاعتقاد بأنه بيجلب الحظ السيء، فهو بينفع لوجع الأذن، الطنين، نزيف الأنف، البارانويا وسن الياس. أما الطيش وقلة الاحترام تنبع من سوء استعمال طاقة هاللون. البعض بيشعر بالأمان وقت يكون الفرش والديكور بنفسجي، أما البعض الآخر ما بيقربوا صوبه. لمحبي الرياضة كتروا من استخدام اللون البنفسجي وخاصة أثناء التمارين، ممكن من خلال ربطة شعر، ساعة أو تيشيرت، لأنه هالأمر بيساعد على ضبط كمية المي بالجسم. الحلقة المقبلة مشاهدينا رح تكون خاصة بالألوان والتقاليد. أي دولة بيرتدوا اللون الأزرق بمناسبة الموت؟ انطروني.